تدخل في اللقطة الماضية، سقط رونالدو بدون ركلة جزاء، وعادت الكرة لمصلحة إنيستا. إنيستا يلعب الكرة، ألبا بعد ذلك في وسط الملعب إلى بوسكيتس. المباراة رقم 226 في تاريخ مواجهات الفريقين في جميع المسابقات. كرة باتجاه ليو، ميسي يحاول، ميسي يحافظ على كرته. 9 أهداف في سانتياغو برنابيو، ميسي سجل في هذا الملعب 9 أهداف من قبل في جميع المسابقات. الكرة تعود لمصلحة سيسك، عودة بعد ذلك لشافي. بوسكيتس، البارسا، الهجوم، اللغة التي يعرفونها، التي يتحدثون بها، الكرة التي بالفعل نعرفها من سنوات طويلة مع البارسا، الكرة الهجومية. ولكن في هذا الوقت بالذات ريال مدريد يعيش أفضل فتراته بقيادة رونالدو. الكرة تصل إلى نيمار، محاولة برشلونية، لمسة لميسي، ميسي مع إنييستا، يلعب إنييستا، وكرة جميلة. وإنييستا باليسرى، الأجهزة الذكية ليسوا لاعبين بل هي أجهزة ذكية جميلة قوية رائعة في المرمى. تعانق شباك الريال، بارسا بداية من خيال، وميسي كالمعتاد يظهر بجنون بلمسة ساحرة. برشلونة هدف، ريال مدريد لا شيء. الفرحة لمارتينو هذا الموسم سواء في الدفاع أو في خط الوسط، ولكن كان في بداية هذه المباراة الكثير من الأخطاء الدفاعية من جانب دفاع ريال مدريد. محاولة من جانب إنييستا، إنييستا تعود للكرة، الآن الكرة للرسام، بعد ذلك لمصلحة تشافي. اللمسة من ميسي، الوجود جميلة، ميسي يحاول أمام راموس، ميسي بينية لنيمار خطيرة، وكرة وميسي فعلها اليوم. هدف ميسي، هدف للبارسا. عادت برشلونة أن يسجلوا، عادت برشلونة في المباراة بالتعادل، وعادت برشلونة في أن لا يخسروا بسهولة. الله على ميسي، الهدف رقم 19 يا صديقي. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك يا ليو أصبحت من الدقيقة 42 في هذا الكلاسيكو أكبر هداف في تاريخ الكلاسيكو على الإطلاق. صفراء لسيسك وأخرى لبيبي. البارسا يعودون، البارسا يسجلون، لديهم ميسي، لا داعي للقلق، لديهم ميسي، لا داعي للخوف. إلى أي مكان ذهبوا، لديهم ميسي، هنا سيسجل، هنا سيتألق، هنا سيضرب، وسيرفع يده اليمنى وسيحتفل. هيا بنا يا رفاق. وهنا عادت الأمور إلى التعادل، هدفين ريال مدريد، هدفين برشا. تعبير وليس لاعب خط الوسط فقط أو القائد. لمسة من جانب ميسي، جميلة لنيمار، نيمار يمر، ركلة جزاء للبارسا. ركلة جزاء لبرشلونة. يا إلهي، لقطة جميلة. شوف اللمسة من الساحر، الله على ميسي، لمسة من بينهم، خدعهم. نيمار هنا انطلق، هنا مر، هنا تعرض للإعاقة، وركلة جزاء وطرد لريال مدريد. وربما نقول تنقلب الموازين أم لا. هذه عادة لكرة أخرى وللقطة نفسها، للإعاقة التي تمت من راموس على نيمار المتألق. وبعد ذلك نعم الإعاقة كانت موجودة، الإعاقة كانت موجودة، ورونالدو سجل من علامة الجزاء. ميسي أمام فرصة لإدراك التعادل، ميسي أمام الهدف رقم 20 في مرمى ريال مدريد.
ميسي عندما يسجل الآن سيكون ريال مدريد أكثر فريق سجل في مرمى ميسي على الإطلاق مع أتلتيكو. كرة لمصلحة البرسا وميسي من أجل التعادل بعد 64 دقيقة في الكلاسيكو. الكل ينتظر يا ميسي الركلة الجزائية ليو يلعب الكرة. تعادل لبرشلونة. الله يا ميسي. نعم أعادهم ميسي. نعم نجمهم ميسي. وميسي عندما يكون في يومه لا تخافون يا عشاق البرسا. هنا الإعاقة التي تمت وهنا اللقطة التي شكلت صعوبات كبيرة بعد ذلك على ريال مدريد. وهنا ركلة الجزاء وهنا الهدف الثالث والآن 3-3. يا إلهي أي سيناريو تشاهد اليوم وأي كلسة في الهجوم. جافي لإنيستا. إنيستا لمسة وانتو جميلة لبيدرو. إنيستا على جهة اليسار يحاول مضغوط عليه ولكن التغطية من ألونسو. ركلة جزاء لبرشلونة. صفر ماينكو وأعلن عن ركلة جزاء للبرسا مرة أخرى. يا أنديانو أنديانو ماينكو يصفر ويحتسب ركلة جزاء. ركلة جزاء لمصلحة إنيستا اللي كان محاصر من كارفاخال وألونزو. هنا حالة شد وهنا تدخل وهنا ركلة جزاء وهنا فرصة للفوز بهذه الركلة بالذات بعد هذا التدخل. والبرسا قريبين والجماهير عندها الكثير من القلق وميسي عنده الكثير من الرغبة في أن يسجل الآن الهاتريك في سانتياغو برنابيو. الهاتريك في سانتياغو برنابيو. ميسي مرة أخرى أمام فرصة هاتريك في مرمى ريال مدريد. الكرة لمصلحة البرسا من ركلة جزاء وميسي يلعب الكرة. أخرى هدف رابع للبرسا من ركلة جزاء. ميسي يسجل في سانتياغو. ميسي هاتريك آخر. يا إلهي ميسي وميسي وميسي مرة أخرى ضد الريال. التألق يزداد. اللمعان الفرجة المتعة القدم الساحرة. الكرة في المرمى. ميسي لديكم لا خوف عليكم وهاتريك لميسي في